tuh rawa kulub suara. Thank you.
برضو تدري ايش؟ انا اشتي اسال صاحب الزقاق اي الاوضح؟ امبوز ولا لبرا ولا لجوا؟ انت برضو ضروري تستفسر عندي. انت يحفروا غالبا يحفروا حفر، انت النقوش كلها محفوره حفر، الخط المسماري، الخط الهيروغليف كله حفر، ويحفروا بالصخر عليه صح؟ لا 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 انا اكيد بالضبط. هذا بالضبط. اوكي. وبعدين حتى لو معك اسم ولا ما اسم، قدم يكون محفور حفر خلاص. الاحسن انه يكون شوف كل عشرة ألف كل مول اسم، ما يكونش يعني عشان لما ذا يقدر ينتج لك. هذا اقل كميه، وانا مش عارف هل بقدر ينتج، اعتقد 10 بيساعدنا بينتج. والاسم بعدين انت داري ال ماشي تعرف ما فهمني فهمني افهمني فهمني، حتى هو لو انتقل لك 5000 معناته هو طيب فلسطين انت ايش ما شفته من عينه ولا لا؟ تحل عينه عندك، انا جالس مراعين عشان تعمل تاكيد عليها. شوفه واعمل شوفه اي ملاحظات عشان على طول يروح ينتق، تعطي له فلوس ولا شيء. يا اسمع، وبالنسبه لهذاك الصيني اللي قال اللهم صل على النبي، الصيني اللي قال خزان، وهذا ما في شيء عدى حاجه ملاحظتها خلاص. اوكي ايوه بعثهم اللي كنت اجي نفس القديم، اسمعني بس في بزيادة ايش قال لي هذا بعدين بيضيفها، اللي بيزيد فقط المواصير بس، اما السعر ما في شيء تغيير. خلاص الله.
Yeah.